تشرفت اليوم بزيارة أخواني في المعرض والمتحف الدولي للسيرة النبوية والحضارة الإسلامية، وانبهرت صراحة بما شاهدت من معلومات لم أسمع عنها من قبل، وما أبهرني ولست مستغرب من ذلك هو الشباب السعودي القائم على هذا المعرض والمتحف، وطريقة شرحهم وطريقة التقنية المتاحة في المعرض. وما شد انتباهي الحجرة النبوية، وفي آخر حديثي أشكر أخواني القائمين على هذا المعرض، وأطلب من جميع من يزور المدينة المنورة أن يحرص كل الحرص لزيارة هذا المعرض لأهمية المعلومات الدقيقة الموجودة عن المدينة المنورة وعن السيرة النبوية. وأشكر أخواني للمرة الثانية.